التقحيم باقتدار المحكمة وقت جمعية مدربي كرة القدم بإقليم تاودانت، وهذا أول لقاء كانت تنظمو هذه الجمعية الفتية تحت إشراف عصبة سوس وتحت إشراف المجلس البلدي لمدينة تاودانت. بدأت الجمعية باش دير هذه الدورة التكوينية في 28 27 أغشت. من بين الامور هي اولا تكون واحد التقريب بين المدربين، وتكون عندنا واحد الفكره على المدربين ديال الاقليم ديال تاودانت، وتكون عندنا واحد الرؤيه اللي يمكن نخدموا بها مستقبلا. والهدف الثاني هو الاستفاده، بحكم كاينين اطر ديال العصبه مشكورين اللي قدموا المعلومات ما تجدد جديد في معلومات ديال كرة القدم، خصوصا اللياقة البدنية اللي اختارينا هذه الدورة تكون تخص اللياقة البدنية. والأمور الحمد لله راه دازت مزيان، اليوم الأخير في الدورة كما كتشوفوا دازت الأمور مزيان، كانت استفادة، كان دروس نظرية، كانت دروس تطبيقية في الملعب، وكانت استجابة الحمد لله، وكانوا أفكار وتبادل أفكار بين المدربين. الأساس عندنا هو أننا نوحد الرؤية، تكون عندنا رؤية موحدة لا على إقليم تارودانت ولا على صعيد العصبة ديال سوس. والأمور إن شاء الله أتمنى تكون قولي هذه استاذ أول داخل ليك، مرة. قولي واش كاين بزاف الناس الودنا في إطار التدريب، كاين بزاف الناس؟ ودابا التدريب هو كيخص الإقليم ديال تارودانت بصفة عامة، كاينين المدربين من النواحي، من هواره، من هنا من ايتي عزام، من ولاد برحيل، من ولاد عصام، ارزان، كاينين المدربين من جميع الحمد لله جاو من البول، من اسن، من البول الرغبه من جميع المناطق. كنا كنتظروا يكون 40 واحد لينا 50 واحد، او كانت تكون اكثر، ولكن ما يمكنش يكون التكوين في اكثر من 40 شخص. حنا ارتقينا وكنشكروا العصبه اللي تفهمت هذه القضيه، هذه راه عملنا 50 شخص باش تعامل معها شي شويه صعيب. نعم سي رشيد، كنشكرهم على هذه المبادره هذه اللي قاموا بها. وبالنسبه للمجلس البلدي، والمجلس البلدي وفر كل الامكانيات من ناحيه يخص اللوجستيكيه، كانت موفره بشكل جيد، ومن هذا المنبر كنشكرهم على هذا التولي في المكان في القاعه في ديال سميتو، وفروا لنا الملعب كما كتشوف الان. وهذه امور الحمد لله صيغه ديال مزيان مشجعه، ان شاء الله كتبشر بخير ان شاء الله يكون. شكرا سي رشيد، لاعب سابق في الاتحاد تاع تاودانت. شكرا سي رشيد.